نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وأخبار خدمية مختلفة شهدتها المحافظات. أعلنت محافظة شمال سيناء تسكين الأسبقية الأولى للمرحلة الثانية من مشروعات التجمعات التنموية بوسط سيناء. أما في الإسماعيلية فقد تم تسليم 25 عقد عمل لذوي الهمم و10 ماكينات خياطة لأوائل المتدربين في مشروع تمكين المرأة. أما في مطروح فتم توفير 250 طن تقاوي شعير للمزارعين بنصف الثمن دعما من الدولة. كمان دمياط أعلنت انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة في مدينة راس البر. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، من بينها إن محافظة شمال سيناء أعلنت عن بدء تسكين الأسبقية الأولى للمرحلة الثانية من مشروع التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء ضمن الجهود المستمرة لدعم التنمية المستدامة في المحافظة، حيث تشمل المرحلة تسكين المواطنين في 7 تجمعات تنموية. سلمت محافظة الإسماعيلية 10 ماكينات خياطة لأوائل المتدربين في مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة مع تسليم 25 عقد عمل لذوي الهمم، وده في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي 73 اللي بيوافق 16 أكتوبر كل عام. أعلنت محافظة مطروح إن تم وصول 35 طن تقاوي شعير مدعمة من وزارة الزراعة بنصف الثمن للمزارعين على مستوى المحافظة كدفعة أولى من إجمالي 250 طن شعير مدعم هتصل تباعاً وتوزيعها على المزارعين لتحقيق المستهدف زراعته هذا العام، وهو حوالي 200 ألف فدان شعير، وده تيسيراً على المزارعين والتخفيف من أعبائهم مع توفير مزيد من الخدمات. في دمياط شهدت مدينة راس البر تدشين فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وتضمنت مشاركة مديرية الشؤون الصحية بفريق المبادرات المتنقل لتقديم المبادرات الرئاسية وتقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، ده مع عقد لقاءات توعوية حول أهمية عمل الفحص الذاتي للثدي والمتابعة الدورية ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، بالإضافة لمشاركة الوحدة المتنقلة لتنظيم الأسرة. في الدقهلية فتحت الجمعيات الزراعية والشؤون المخصصة لاستقبال توريد القطن من المزارعين أبوابها لاستقبال كميات القطن المصري طويل التيلة اللي بيتم زراعته بالأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية، وبيتم زراعة 43712 فدان داخل المحافظة، كما تم تخصيص 26 شونة لاستلام وتوريد القطن المصري طويل التيلة من المزارعين. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إنه تم تركيب 183 ألف قطعة موفرة للمياه بالمساجد والكنائس والجهات الحكومية ومقرات الشركة وللعملاء، حيث إن تلك القطع متوفرة بعدد 11 مركز لخدمة العملاء بجميع مراكز المحافظة. أعلنت محافظة السويس إنه بيتم دراسة إقامة سوق سمك حضاري بيساعد على النهوض بحركة الأسماك ويوفر جميع الأنواع بالأسعار اللي بتناسب الجميع داخل المحافظة. أعلنت محافظة المنيا تنظيم قافلة طبية مجانية في أمراض العيون بمكتبة مصر العامة ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وفي إطار جهود المحافظة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنوفية بدء التوقيع على عقود تعيين الدفعة الثانية من مسابقة 30 ألف معلم، وحددت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وشملت أمس الخميس المشمولين بالكشوفات ابتداءً من رقم 5 حتى رقم 100 في الكشوف. شهدت محافظة بني سويف بدء العمل بلجنة أمراض الدم الكبار بمقر عيادة السلام الكائنة بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة بجوار مرفق الإسعاف، وبدأت اللجنة في استقبال الحالات من بني سويف اللي بتعقد كل يوم خميس.